اسم محمد. اسم محمد شوفي يا اخويا شوفي كتسمعني. كاين اللي مسكين ما داير والو كيما تيقولوا جا يحط موطورو جيتو قدمتو وديتو غطي كي تقولوا سديتو بيه البيت. يلا هما اللي تيتساراو دابا راهم في الواقف راه واقف هذا راه مساك. انا موت العساس انا موت السيمو دابا هاد الدري شاد الكاريطه هنا جا الدري هز ليه شي حاجه شي كليب قال لي حط ما تحط قلع لي الكليب الدري مشى يبكي لدارهم جاب خوه جاب واحد اخر جاو لي بغاو يتحاموا عليه شو غلبهم ولا غلبوه الله اعلم. المهم مشاو من الربعه ديال العشيه هما كيلقطوا في الحميه حتى لقطوا الدراري من حي البركه لقطوا دوار دراعه وطلعوا لي داروا بيه داروا بيه سته بعدا جناوه جنوي حديده مادريه داك عصي داروا بيه هنايا طيحوه هنا ناض بغا يقاوم بغا يقاوم ناض عاوتاني طاح ليه دابا الدري نعس في السبيطار هزاتو لبيلانس مشى للسبيطار نعس شويه خرجوه جبتو للدار ملي جبتو باقي في غيبوبه باقي ما عاقلش جاو عندو البوليس قالوا ليه امتى خرجتي قال لي خرجت اليوم هو راه خارج البارح قال لي خرجت اليوم قلت لي مودي الدري باقي ما عاقلش شدوا ليا من هنا وقالوا لي خرجي خندوه معاه خرجوني بقاو يهضروا معاه وراو الدري هذا هو ما عارفش وعيني مسدودين قال لهم هو هذا هو راه ماشي هو صافي مشاو داك الدري مسكين صيفطوا سدوا ليه الباب وخلوه صافي الدري درك جا هذا بات هاد الدراري بقى يجيب ليا في الناس يجيب ليا انا في الناس ما بغاش نسمح قلت لي لا ما نسمحش نشوف ولدي شنو في الاخر ضربت الراس واعره ما عرفتش واش غترجع صافي قلت لي ما عرفت ولدي واش غترجع لي الضربه خلاني حتى خرجت انا والدريه ما كاين حتى واحد في الدار كاين اخوه جيتو دخلتو تغديتو معاه شديتو خرجتو ديتي ركبتي في الطوموبيل ديتيه سينالك دارك تنازل والدري ما عاقلش دابا ملي دار لي التنازل جابو قلت لي فين كنتي قال لي والو قلت لي فين كنتي قال لي والو قلت لي قال لي واش درتي قال لي درتها بحالك كيفاش درتي بحالك قال لي درتها بحالك صافي من ورا هذا الشيء الدري تعوق رقد عليه جنبه واش هاد التنازل دايز واش هاد السيد ملي ولادو ما دايرين والو علاش شد فيه ودار ليه التنازل علاش ياك ولادك ما دايرين والو وما يديرش لك التنازل ما تشدش فيه تيدير لك التنازل صافي هي هذيك الدري دابا راه مات عليه جنبه دابا راه في الانعاش رقدنا الاولى في الانعاش وعاود هذه الثانيه راه حالته حالته واحد الحاله ما تشوفهاش الا شتي حتى داك تبكي والله حتى تبكي اللي ولدي كي كان وكي ولا وباقا مسكين يدبل في عيني ويتبع في عيني وراقد عليه جنبه ولا ليه كوش ولا جنبه راقد عليه ما كانش كواك ولدي ما كانش كان نفس وكان قلدة حتى ولا راقد عليه جنبه ولا حالته دابا راه في الانعاش راه باقي تابع عملية أخرى هذه هي الثالثة في العمليات الدري الآخر دابا هذاك مو سميته نفس السميه اللي داك اللي مقصدهم داهم الموت هذا داهم عاد هذا وهذا ما داير والو ما جا حتى الاخر تلقى ولدي هز لقى ولدي هزو هزاتو البيلانس عاد فاش جا الدري حاضر ملي داو مع جابوه مع الصباح جا البوليس داوه لهذا وولاد هذوك راه باقيين كيدوروا كان باقي في غيبوبه كان باقي في غيبوبه متعرف عليه وبقى باقي في غيبوبه ما عرفوش مزيان ما حلش عينيه وتا قال لي زعما راه هو ولا ماشي هو موال البوليس راك عارف داك وقال لي واش هو هذا قال لي اه هو ما عارفوش هو راه في غيبوبه قال لي متى خرجتي من السبيطار قال لي دابا هو راه خرج البارح قلت له وليدي راه خرجتي البارح قال لي ماني انا بايت معاك قلت لي ويه راه بايت انا وياك هنا قلت لي ولدي راه تالف هو يشد ليا البوليس من هنا وخرجني قال لي خرجي خندوه معاه تدا جات عندنا امو جات عندنا امو قالت لي واش هذا كان قال لي هلا ها انت سيدي شوف لينا شوف اخويا معاك هادشي شوف هادشي هاد السيد هزوه باش غادي يمشي
خرجوه داوه مشى دار التنازل. وهذا المخزن تحكم على هذا، هذا السيد هو ميت. ها ومازال ما كايناش غير هي، راه كاين بزاف د الحوايج. هانت هاو شوف هانت، واش هاد السيد غادي كيفاش هاد السيد تفاق ومشى دار التنازل؟ يعني كيفاش بغيت نفهم هاد السيد؟ ها هو ناقد عليه نصو ومضروب الراس نصو كاع كامل ما كاينش. وتنطلبوا من سيدنا وسيد الحموشي يشوف لنا هاد الحاله كي دايره مع هاد السيد، راه هو يتيم ومخلي يتيمه حتى هي، لا مات راه هو مخلي دريه. ها هو لا اناره لا والو، حتى 11 الليل وجاو ضربوه، حتى كي تيقولوا هما طاحت عليه الخاميه.